معي عبر الهاتف الدكتور مجدي سماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بالسخة. دكتور مجدي، بعد التحية، أولوية قصوى توليها القيادة السياسية المشروعات الاستصلاح الزراعي، وهناك متابعة حثيثة من قبل الرئيس السيسي لخطواتها التنفيذية خاصة في الدلتا، في الصعيد وجنوب الوادي. كيف ترى أولا هذا التوجه؟ احنا طبعا بنرحب بحضراتكم وبالساده المستمعين، وبنقول فعلا القياده السياسيه حاليا في توجه كبير جدا لزياده الرقعه الزراعيه في جمهوريه مصر العربيه لمجابهه الزياده السكانيه ولتامين الغذاء لكل الشعب المصري. فبالفعل التوجه ده توجه محمود، وده اللي بنسعد بيه. وكان النهارده مشرفنا معالي وزير الزراعه السيد بيل قصير مع معالي رئيس مركز البحوث الزراعيه للوقوف على اخر الاصناف اللي موجوده عندنا في محطه البحوث الزراعيه في سخه منوره العلم والعلماء. فده توجه الحمد لله رب العالمين الكل كان بيطمح اليه، سواء اعضاء الهيئه البحثيه او ابناء الشعب المصري، ان احنا نحاول دائما نوفر الغذاء والامن الغذائي لابناء شعب مصر. طيب، نريد ان نستوضح هذه النقطه، يعني بالتفصيل الى اي مدى تساهم تلك المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي كما تفضلت، وفي رايك ما هي المحاصيل الاوفر حظا لتحقيق ذلك في اقرب وقت ممكن؟ زي ما سعادتك اشرتي، فعلا هي القياده السياسيه كنا محتاجين ان هي يبقى لها رؤيه في الخطوه الاخيره لزياده الرقعه الزراعيه في جنوب مصر العربيه، وده اللي احنا بنطمح اليه، وده تم تنفيذه بالفعل. واحنا كجهات بحثيه بنلاقي هذه الخطوه دعم كبير جدا من معالي وزير الزراعه ومعالي رئيس مركز البحوث الزراعيه بتوجهات من فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. لان زي ما سعادتك تعلم يعني جميع الساده المستمعين، ان من لا يامن قوته لا يامن قواره. وبالفعل احنا بنحاول نامن الغذاء للشعب المصري قدر استطاعتنا. من المحاصيل اللي هي الاكثر يعني حظا عندنا المحاصيل الاستراتيجيه زي محصول الذره، محصول القمح، محصول القطن، محصول الارز، ومن فضل الله في كمان محاصيل طموحه ولها دور كبير الفتره اللي جايه زي محاصيل العلف، محصول زي محصول الشعير. وده بالفعل احنا جاهزين بالاصناف الجديده اللي تقدر تواكب المساحات اللي هي موجوده عندنا ان شاء الله. نعم، يعني من ضمن هذه المحاصيل محصول الأرز، وهو المعروف عنه أنه يحتاج إلى كمية كبيرة من المياه. ترى أنه أيضا واحدا من المحاصيل التي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها في القريب؟ بالفعل يا فندم، محصول الرز احنا عندنا اكتفاء ذاتي من عدة سنوات. احنا أعلى إنتاجية من فضل الله في محصول الرز على مستوى العالم، ومحصول القمح كوحدة مساحة. بالفعل علاوة كمان إن أفادتنا في مركز البحوث وضيف الأرز يعني قدروا ان هم يطولوا فترات الري، فبالتالي كميات المياه اللي كانت بتستهلك في الازمنه السابقه قلت جدا جدا في الوقت الحالي. وده بالفعل ده طموح وده توجه البحث العلمي احنا بنشتغل عليه، ان بقت عندنا بعض الاصناف التي تتحمل الجفاف، وبالتالي نقدر ننتج محصول رز باقل كميات المياه المتوفره ان شاء الله. طيب، المناطق التي تم يعني تركيز العمل فيها وما تتمتع به من أراضٍ زراعية، الدلتا الجديدة، نتحدث أيضا عن الصعيد وعن جنوب الوادي. هو حضرتك، احنا منصنا في محطة البحوث الزراعية بسخة الاهتمام بمنطقة الدلتا ومنطقة العمل في الشأن الزراعي المصري. فبالتالي احنا بنحاول نوفر الخدمات اللي موجوده من انتاج تقاوي، من خدمات معلومات زراعيه موثوق فيها لاهالينا المزارعين. بالفعل بنحاول نوفرها في الفتره الحاليه ديت، علاوه على ذهاب بعض الباحثين من محطه البحوث الزراعيه بسخه للاماكن ديت عند الحاجه. يعني احنا مثلا بيبقى في تعاون بيننا وبين كل المحطات البحثيه، بس احنا منوط لنا في محطه البحوث الزراعيه بسخه منطقه شمال الدلتا والمحافظات المحيطه بها. لكن يعني الخطه الطموحه ان شاء الله ممكن دي يعني يتكلم فيها رئيس الاداره المركزيه للمحطات على اساس ان تبقى المعلومات عنده اوفر مني ان شاء الله. تمام، اشكرك جزيلا دكتور مجدي سماحي، وكيل محطه البحوث الزراعيه بسخه.